من بعد صلاة التراويح يعني ضروري نخرج الوليدات. يا اي ساحه بانت لي ممتازه كنمشي ليها. المشكل هو ديال الترونسبور، فعلا الترونسبور فيه نقطه سوداء الرباط. الترونسبور يعني فيه نقص، ما كاينش الترونسبور. المشكل هو الساحات العموميه ان ما كاينش احترام. النقطه السوداء فيه هي الاحترام، مهما يكون انا على الاقل موجودين بعض الساحات، ولكن ما كتلقاش فيه داك الاحترام اللي كتبغي لك تبع عائلتك، كتلقى مشاكل. كاين شباب كيتلفظ باكلام يعني ماشي في المستوى. بعض المرات كنخرج للقهوه، لما كانت القهوه كنطلعوا هكا للرباط لهذا المتنفس اللي كاين هنايا، كندوزوا الوقت هنايا، ولكن الفضاءات قلال هنا في العاصمه في الرباط، ما كاينش شي فضاءات كثار. بالنسبه كاين حسان وكاين هذه البلاصه هنايا لاكور، هادو هما المتنفس الوحيد اللي كاين هنا في العاصمه. بالنسبه لاكور كاين الامان شويه، كاين كنشوفوا رجال الامن كاين الامان، ولكن من غير هذه المنطقه هذه ما كاينش الامان كثير. كنخرجوا الوليدات كنخرجوه يعني لهذا المتنفس ديال هذا يعني هذه المنطقه اللي فيها هذه الالعاب هذه على ضفاف واد ابي رقراق. كيلعب بالنسبه لي فضاء جميل، كيلعب فيه كيعبر فيه حتى هو، كيعيش الطفوله ديالو. وبالنسبه يعني الامن الحمد لله راه كاين امن وكاين استقرار. ملي كنساليو الفطور مورا المغرب راه كنجيو هنا كندورو شويه، كنشوفوا البحر، كنشوف يعني كنشوف الدراري العشران ديالي، كنجيبوا دوره خفيفه وصافي. هادشي اللي كاين كتبدا مورا الفطور، كتفطر كدوز واحد، كتصلي المغرب بعدا تفطر كدوز واحد نص ساعه مورا الفطور، كتجي كتجيب واحد الدوره كتسالي مع تقريبا الماكسيموم ديالك كتكون مع ديك ال 11 11 ونص كتكون في الدار.